كابتن عبد الحليم، من وجهة نظرك شايف ايه مشكله الزمالك في الشوط الاول؟ هو في مشاكل يعني، مش مشكله واحده ولا اتنين، لا ده في مشاكل، كم من المشاكل. ولو رجعت قبل بدايه المباراه قلت لك في مشاكل وفي في عوامل كتير قبل المباراه، والتحضير كان لازم يكون اكتر من كده بكتير. كان لازم اللعيبه زي ما انا قلت لك، يعني ايه نادي الزمالك؟ يعني ايه انا بلعب باسم نادي الزمالك؟ فلازم كان التركيز يعلى. قلت لك اهميه المباراه من البدايه يعني، عشان بقى يبقى الواضح جدا في تركيز من سموحه. يعني سموحه مركزه بدرجه عاليه جدا، لعيبه نادي الزمالك معظمهم مش مركز. طب ليه يا كابتن عبد الحليم؟ هل مثلا ممكن نقول ده اخر ماتش مثلا للكابتن محمد حلمي، مدرب جديد جاي فمش فارقه ولا ايه بالظبط؟ هو بص انا متفق معاك هنتفق في كل اللي بيتقال، بس انا قلت لك في الاخر قبل المباراه قلت لك لعيبه نادي الزمالك ده فريق بطل وده بيلعب باسم نادي الزمالك، فبالتالي مواصفات معينه برمي الحاجات دي كلها ولا ظهري، ومفروض ان انا بركز في المباراه. انا بعتقد ان المباراه ترجعك بشكل كبير وتفضل في المنافسه. مباراه مهمه بتلعب الخامس، فريق يمتلك عناصر قويه جدا، في مدرب ماسكه كان بيدرب الزمالك قبل كده، فكل دي عوامل كانت محتاجه ان اللعيبه تبقى في تركيز اعلى من كده بكتير. انا شايف اللي في اداء نادي الزمالك الشوط الاولاني هو مفيش تركيز. بجانب انا كنت اتمنى ومش عايز الوم ان كمان لازم المباراه تدار بشكل كويس جدا. في من بدايه المباراه في كثافه في نص الملعب لسموح، في كثافه عدديه لسموح، مش عايز اقول لك في نص الملعب، في كل الاماكن في الملعب. طب فين نص الملعب بتاع الزمالك؟ في النهارده كور بتطب على 18 بالكره اللي جت ده، مفيش انا كسر دماغ اطلع كره واخليها تطب على 18، مش اول مره تطب بالشكل ده. عايز اقول لك كابتن عبد الحليم ان المساحه، يعني لو ركزت في الشوط الاول هتلاقي المساحه اللي هي ورا طارق حامد ومعروف لحد الديفنس ده كبيرة. احمد تمساح واسلام محارب قاعدين شغالين فيها، كل مره يستلموا لوحدهم، مفيش اي نوع من انواع الضغط. يا كابتن ده قله التركيز. انا بقول لك معظم لعيبه نادي الزمالك مش مركزه النهارده، وفي اخطاء بالجمله. الكور اللي بتطب على 18 دي لا مش نادي الزمالك، مش فريق مبتدئ يعمل الاخطاء دي. الكوره اللي راح بيها ميك ديت السرعات مع السيرد باك والراجل بينزل، لا مش السيرد باك يعني، مع احترامي الكامل. لا انا من البدايه قلت لك، ومش عايز يبقى في مبرر ان انا اقدم مباراه في المستوى يعني كوره زي اللي فاتت دي. معلش يا كابتن عبد الحليم، معلش يا جماعه، رجع الكوره اللي هو حسام باولو طلع لعبها. الراجل دوت في وسط اتنين طالع بيعمل ايه يا كابتن عبد الحليم؟ هل بيطلع المهاجم عشان ياخدها لنفسه، ولا علشان يغمزها لواحد واثنين وثلاثه جايين؟ واحد جاي بص استلي فين يا بركات، بص استلي واقف فين. المفروض ده المهاجم الثاني، مش ميكي ولا مصطفى فتحي. لكن عيدها تاني بعد اذنك وبعد اذن كابتن عبد الحليم. بص استلي واقف اهو، استلي اهو، فين بقى اللي مع حسام باولو؟ كمل، هتلاقيه مسك ونزل، مسك ركبته نزل. ستانلي كمل اللعبة. كمل الكورة، هتشوف ستانلي كمان تعبان تعب يعني. هو الراجل يا كابتن الراس الحربة بيطلع يعمل اللي عليه في كورة زي دي، طالع في وسط اتنين يطلع يغبز، وانت يا كابتن عبد الحليم كابتن محدش بيساند، بيطلع يسند للاتنين جايين من تحت، محدش بيساند. ده ألف فيه يا كابتن، ألف فيه. أنا كفروت طالع وأنا مغمض، الناس اللي جاية دي جاية بسرعات من تحت عشان عارف إن أنا هغبز لها الكورة وأريح.